يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قول المؤلف رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، مع حديث الرجل الذي فقد دابته بعد ذلك قال: هذا ذهل يا أخي، الذي فقد دابته نسي وذهل من شدة الفرح. ما تقرأ الحديث؟ أخطأ من شدة الفرح، ذهل، والذاهل ما عليه شيء. نعم.